يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الكوره مع سيد. حلقه دسمه جدا ما بين قائمه المنتخب والاستبعادات، ما بين التشكيل المتوقع لمباراه نيجيريا، ما بين احسن لاعب في 2021، ما بين احسن لاعب في شهر ديسمبر اللي فات في كره القدم المصريه، ما بين الهجوم الضاري من الاعلاميين على بعض اللعيبه ووصفهم بانهم ما ينفعش يلعبوا في المنتخب المصري، وغيرها وغيرها من المواضيع. علشان كده حلقه النهارده هتكون حلقه دسمه جدا. لكن قبل اي كلام في الكوره، لازم افكرك في كل مره ان انا هبقى وش السعد عليك، وانه حساب الذهب مع بنك سعيد بيدي لك الفرصه انك تكون واحد من ضمن الخمسه اللي كل شهرين بيكسبوا 2 جنيه ذهب، او تخش على سحب شهر 10 وتكون من سعداء الحظ اللي هيخشوا على سحب جايزه المليون جنيه. كل المطلوب انك تبعت جمله الذهب مع سعيد على 1166، ويلا بينا نبتدي حلقه جديده من الكوره مع سعيد. مواضيع كتير عندنا النهارده في حلقتنا من الكوره مع سعيد، لكن في الاول نرحب بالمكوك نجم مصر والنادي الاهلي السابق الكابتن هشام حنفي. منور يا نجم. يا محمود انت اللي منور دايما والله العظيم، يعني ببقى مبسوط قوي وانا حبيبي معاك دايما حبيبي، لان حواراتك دايما شيقه و حبيبي يا كابتن، ودايما بتبقى بتخش كده في يلا العميق. انت جاي لابس ابيض جاهز، انت مش مستني مش مستني حاجه يعني. سيبني تعالى لابس ازرق اهو. طيب اول حاجه عندنا طبعا قائمه المنتخب المصري. اللي فات مات وكلنا بندعم، ده موضوع، وان احنا نناقش ما بعد كاس الامم ده موضوع تاني من خلال القائمه. بمعنى احنا محتاجين نتكلم حوالين اهم استبعادين كانوا في المنتخب المصري: قفشه، طارق حامد. الجمهور بيسال على ما هو قادم، هل بعد كاس الامم فيها رجعه، ولا احساسك انه اللي فات خلاص انتهى وطارق حامد وقفشه مش في حسابات كيروش بعد كاس الامم الافريقيه؟ ده لو هو كمل معانا يعني بعد كاس الامم الافريقيه. والله كله متوقف يا محمودي على النتائج. دايما النتائج لو بتساعد الراجل هيعمل اللي هو عايزه. ممكن تلاقي ناس ثانيه مستبعده من القائمه بشكل كبير جدا لمباراه تصفيات كاس العالم اللي هتقع، بقى القرعه اللي هتودينا معرفش هنقع مع مين. لكن لا، البرتغاليين انا قلتها قبل كده وهفضل قايلها، لان انا اتمرنت مع جوزيه، ليهم مدرسه خاصه، هو بيعمل حاجات انت مش متوقعها يعني. دايما دايما يعني جوزيه كان بيعمل معانا كده، فواضح ان جوزيه قايل له، لان جوزيه اول سنه غير ثالث سنه لما جه، غير هي ثاني ولايه او ثالث ولايه. الراجل ده عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وعارف يتعامل مع المصريين ازاي، وعارف يتعامل مع اتحاد الكوره ازاي، وعارف يتعامل مع الاعلام ازاي. فهو عنده شخصيه احنا مطالبين ان احنا ندعمه ونسانده، ما عندناش وقت انك تغير تاني، ما فيش وقت. فعشان كده انت دايما بتصبر على كل حاجه هو بيعملها. فانا شايف ان النتائج رقم واحد هي اللي هتدي لك المؤشر في عوده يعني، ولا لو عودة. النتائج خدمته الاستبعاد دائم. ده بالنسبه لك كده؟ اه دائم. لو النتائج ما خدمتش ممكن يرجعوا تاني؟ ممكن يرجعوا تاني طبعا يعني، ويرجع ناس ثانيه مستبعده يعني. لكن النتائج ساعدته وصل فاينل وحقق شخصيه منتخب مصر. ممكن الفاينل توصل وما تحققش البطوله، ممكن توصل وتحقق بطوله. طالما حققت بطوله وبقى عندك شخصيه باللعيبه اللي امكانياتها عاليه جدا موجوده معاه، انا اعتقد ان مش هيرجع مش هيرجع. طيب ده يقودنا لحاجه ثانيه، وهو الحكم على كيروش نفسه. يعني الحكم على كيروش في كاس الامم الافريقيه، هل الراجل لو ما وصلش نهائي او قبل نهائي هيتم اقالته، ده معناه ان هو فشل، ولا على حسب انت هتواجه مين وادائك عامل ازاي؟ يعني مثلا لو انت بتلاعب الجزائر في دور الثمانيه، خرجت من دور الثمانيه، هل هيبقى هنا محكوم على الراجل بالفشل، ولا لا الحسبه مش كده؟ لا الحسبه مش هيبقى فيه وقت اصلا. انت ما عندكش وقت انك تقيل مدير فني. لو انت كنت عايز تقيل كنت تاخد قرارك من البطوله العربيه اللي هو كاس العرب، كان من هنا ممكن تاخد قرار، لان كمان القائمه كان فيها استبعاد لبعض اللعيبه الكتير اللي كانت بتشارك اصلا اساسي في كاس العرب. فالنهارده انت اصلا ودي مش واخدهم معاك، فبالتبعيه او بالتالي او بالمنطق انك كان لازم تقيل الراجل من ساعتها. لكن اديته الفرصه ومساندين ليه لغايه اخر البطوله الكان اللي في الكاميرون. يعني انت حتى ساعتها انت حتى لو هو ما حققش نجاح هيكمل؟ اه هيكمل، لان هو رقم واحد جاي قايل لهم في اتحاد الكوره
اللي هو السابق ده بس اللي بيتقال حاجه واللي بيحصل حاجه ثانيه، ده موضوع ثاني. لا السابق حاجه، خرجنا لا قدر الله خرجنا من الدور الاول مثلا، الا لو في قرار بقى مسؤول كبير اتكلم، لان في النهايه انت دي بلد، بتكلم في منتخب مصر النهارده لو خرج من الادوار الاولانيه مثلا، لا خلاص شكرا ومع السلامه، حتى لو في شرط جزائي، لان هو الراجل جاي على تصفيات كاس العالم. لكن كلام الكوره حتى لو هو فشل مثلا خرج من دور الثمانيه هيكمل حتى تصفيات كاس العالم، هيكمل هيديله ثقه ان هو يكمل، ان هو الطموح بتاع منتخب مصر اكتر انك توصل كاس عالم. طيب في العموم نطلع فاصل ونرجع نتكلم في اللي جاي، لانه ما بعد القايمه وكلام القايمه وحسابات الحكم على كيروش في مباراه نيجيريا اللي بعد ايام قليله، مهم نتكلم على شكل المنتخب المصري التشكيل المتوقع، فخليكم معنا. مباراه نيجيريا وشكل المنتخب المصري وتشكيل المنتخب المصري المتوقع. قبل دي شويه، لان كنا بنتكلم عن قائمه المنتخب المصري واللي جاي والحكم على كيروش، ما ينفعش نعدي موضوع القائمه من غير ما نعدي شويه على مساله الهجوم الضاري اللي جه من الاعلام او بعض الاعلاميين حوالين مروان حمدي، مصطفى فتحي، كمان كان الكلام على كوكا. وانا هنا مش عايز اشخصن الامور، لكن عايز اتكلم في فكره واضحه، هل يجوز انه اي اعلامي او اي لاعب سابق حتى لو نجم كبير يوصف لاعب بعينه ان اللعيب ده ما ينفعش المنتخب مصر، ولا كل اللعيبه عندها هامش التطور اللي ممكن يبقى في وقت من الاوقات يصلح لمنتخب مصر؟ بص، رقم واحد الخناقه دايما يعني ما ينفعش تبقى من اعلامي كبير ايا كان منصبه، يعني انك تتكلم على لاعب، لان انت في النهايه كنت لاعب. انت ممكن تنتقد، من حقك طبعا، احنا شغلتنا ان احنا ننتقد اداء لاعب، شخصيه لاعب، اداؤه مع النادي، اداؤه مع منتخب مصر، كل ده من حقي كاعلامي او كمحلل ان انا انتقد. لكن ان احنا نخبط في بعض بشكل كبير، ده اللي مش حبه، يعني انا مش حبه. كل واحد ليه وجهه نظر، كل واحد ليه منبره اللي هو يعني بيقدر يتكلم منه ومن خلاله، وبيوجه بيه الرسائل لبعض الناس، فبيدخل فيها ناس كتير جدا. فانت النهارده يا اما بتبقى عايز تنتقد هشام عشان يعلى هشام بشكل محترم، يا اما بتنتقد هشام عشان عايز تموت هشام. فدي هي اسلوبين يا محمودي، وانت عارف كده كويس، الاعلام هو حاجه موجهه وقويه جدا وبتوصل للناس. السوشيال ميديا النهارده كمان بقت اقوى. النهارده خلاص كل واحد على تويتر، بيبقى كل واحد على انستجرام، على فيسبوك، على اليوتيوب، بيكتب كلام، فبتلاقي النجم بيخش يتكلم. انا مع وجهه النظر ان النجم دايما ما يتكلمش. طب الثلاثه دول، مروان، كوكا، مصطفى فتحي، هل في حد فيهم اقدر اقول انه لا يصلح لمنتخب مصر، ما ينفعش ينضم مهما كانت الاسباب؟ لا، هم ليهم فرصتهم، لان احنا شفنا كوكا قبل كده انضم لمنتخب مصر ولعب تصفيات كاس عالم ولعب في كاس العالم. لكن مصطفى فتحي ده اللي غريبه بالنسبه لي، مصطفى فتحي لابد ان هو يبقى موجود في فرصه، لان هو لعيب امكانياته عاليه جدا، يفيد اي فرقه يبقى موجود فيها سواء المنتخب او النادي. مروان هياخد وقت، فمحتاجينه في الفتره اللي جايه ان هو يشتغل على نفسه اكتر، ان يبقى مركز اكتر في الملعب مش مركز بره الملعب اكتر. يعني هجوم كان قاسي شويه. شويتين ثلاثة. طيب شكل بقى المنتخب قدام نيجيريا، يعني اولا عندنا اشكاليه في نص الملعب في الاربعة ثلاثة ثلاثة. تعالى نتفق الاول مع بعض، يعني شناوي، حجازي، الونش، اكرم، فتوح، ده كله تمام. ثم نص الملعب، مين الثلاثة اللي يليقوا مع بعض ويليقوا على فكر كيروش؟ هل كما يقال هنستدعي تريزيجيه يكون موجود في نص الملعب، حمدي ولا النني، زيزو يبقى موجود معاهم، ولا حمدي ونني مع بعض؟ شايف نص ملعب ازاي؟ بص، قبل ما نروح للتشكيل عايز اقول لك حاجه مهمه، ان احنا المنتخب بالفتره اللي فاتت في كاس العرب لعب مع الجزائر، لعب مع تونس، وهتلعب مع نيجيريا، فاضل لك منتخبين اللي هم في تصفيات كاس العالم. صح، عشان نربط الموضوع، اللي هو السنغال والمغرب. المغرب احنا شفناهم بشكل قوي جدا جدا، فرقه بصراحه يعني يا رب ما نقعش معاها، فرقه جامده جدا يعني. السنغال مش عارفين، بس كل الناس بتقول واجمعت على ان السنغال منتخب قوي جدا. صحيح، ما شفناهوش في الملعب، ما احنا ممكن نبقى بنأدي بشكل من 2019 معروف يعني، ماني وكوليبالي وبقيه الناس معروف بس يعني، بس في النهايه ما شفتوش في الفتره دي، مفهوم، ما شفناهوش كويس. فالنهارده هيبقى عندك فرصه اكبر، انك نيجيريا انت هتشوفها خلاص، انت هتلعب معاها وهتقيمها بشكل قوي. كويس. تشكيل لو تريزيجيه ومرموش الاثنين كويسين قوي، لا ممكن يلعب في نص الملعب بحمدي فتحي والنني وتريزيجيه من تحت. صلاح بيبقى هو اللي قدام، تريزيجيه بيجي من تحت وبيلعب على قدام على مصطفى محمد، بيروح هو بيخترق، بيلعب على صلاح، عنده المهاره من تحت لقدام بيعملها بشكل عالي جدا، لان هو عنده سرعات
عنده قوه بدنيه عاليه، عنده ان هو بيدافع بشكل كويس جدا، فكان بيعتمد عليه كوبر بالشكل ده. طيب هل هنا يعني حمدي نني تريزيجيه؟ وجهه نظري مين اللي ورا، حمدي هو اللي ورا ولا النني؟ يعني مين رقم ستة؟ حمدي هو اللي ورا، والنني هو اللي على اليمين وتريزيجيه على الشمال، عمر مرموش قدام، صلاح مصطفى. طيب ده وجهه نظري. لو هيفكر في حاجه تانية ممكن يعمل حاجه تانية، ممكن ايمن اشرف يبقى هو الباك ليفت ويحط فتوح ناحيه نص الملعب الشمال ويديله مساحه انه يشتغل. هو عملها مع ايمن اشرف، عمل العكس، ايمن اشرف حطه في نص الملعب وفتوح هو اللي كان بيجي من ورا. فانا شايف ان هو على اساس ان فتوح لما يهاجم يبقى ايمن اشرف هو اللي ينزل وراه، لكن الاقرب الاولانيه الاقرب لو الاثنين جاهزين. زيزو ليه ما يبداش؟ نفسي يبدا بس ما في الحاله دي مش هيبدا، بس هيبقى اول بديل زيزو. بعد شويه لازم نعدي على حصاد السنه على 2021، مين كان افضل لاعب في مصر في 2021، مين كمان كان سيب سوبر هيرو او الراجل اللي كان لاعب الشهر في نهايه شهر ديسمبر على صعيد المنتخب او حتى الانديه، بما انه كان عندنا جولة دوري. فاستنونا بعد شوية نكمل كلام. مين كان احسن لاعب في الشهر في شهر ديسمبر ومين احسن لاعب في 2021؟ لكن قبل ده عايز اسالك على توقعاتك لماتش نيجيريا، هنكسب هنتعادل؟ مش عايز اقول التالي. هي مباراه الافتتاح دايما بتبقى صعبه وبتبقى مقفوله، لكن شخصيه منتخب مصر هتبقى في البطوله ان شاء الله في الافتتاح، ان شاء الله هنكسب باذن الله. طيب ديسمبر كان فيه تالق لعده لعيبه سواء في كاس العرب، حمدي فتحي، سوليا وغيرهم من الاسماء زي رفعت زي زيزو، ثم مرورا بمباريات الدوري، بيرستاو كان منور مع الاهلي في وقت من الاوقات، حازم امام منور مع الزمالك في وقت من الاوقات، ولو عايز ضيف اسماء تانية ضيف، لكن مين بالنسبه لك كان لاعب الشهر شهر ديسمبر في كره القدم المصريه؟ انا تحديدا في الشهر اللي فات ده عشان كانت بطوله كاس العرب، فبالنسبه لي عمرو السوليه. يعني عمرو السوليه كان بصراحه لاعب الشهر وادى اداء ممتاز جدا جدا في البطوله، فانا هديله لاعب الشهر. يجي لك قلب وانت في الملعب في مباراه صعبه انك تعمل الربونه اللي السوليه عملها؟ لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن، حتى لو على عدلتك حتى وعلى لو رجلك. عدلتي. انا دايما بعملها برجلي الشمال فتبقى صعبه جدا، يعني اعملها لازم وانا من ناحيه الرايت عشان اعملها بالشمال، لكن اليمين عمري ما عملتها، انا عملتها دايما بالشمال. بس حتى لو جات لي وانا واقف لوحدي وهفكر ان انا اعملها في ان انا اعدي واعملها مش هعملها. طيب التحدي الاصعب حوالين لاعب 2021 اللي هي نص السنه الاولاني كان الموسم اللي فات ثم بدايه هذا الموسم، تعالى كده نحاول نرتب ونلعب مع بعض. لو بنختار اهم ثلاث لعيبه في 2021 في مصر طبعا، سواء بقى كانوا محترفين في الدوري المصري او لعيبه مصريين زي ما انت عايز يعني، فتعالى نبدا من رقم 3. دايما بتصعبها عليا حتى في واحنا في الشغل، بتصعبها عليا وانت عايز كده الناس تزعل مني. لا لا ازاي يعني، كلها هو جيم ما فيهوش يعني هو حاجه جيم. انا فاهم بس جيم حق يعني. انا بالنسبه لي دايما بشوف بحاول اجي او اقرب للحق. يلا بينا. فعندي رقم 3 ممكن، مع انه صعب يبقى رقم 3 بس هيبقى رقم 3 بن شرقي. بن شرقي شرقي لعيب هايل، كانت سوبر يعني وفريق معانا في نص السنه الاولاني كان اقوى من النص الثاني شويه تحديدا، عشان كده بقول لك هو رقم 3 لان هو نص السنه اللي كان فارق بشكل كبير جدا مع الزمالك طبعا. يعني رقم 2 زيزو. يعني الناس هتستغرب لكن انا زيزو انت بتحبه جدا. انا عارف ان ده بالنسبه لك حاجه كبيره. زيزو لعيب هايل عنده كل الامكانيات وكيروش كان لازم يستفاد منه اكتر من كده بجد بامانه، يعني هو الوحيد اللي يقدر ياخد مكان في منتخب مصر بشكل اساسي. يعني رقم 2 كان زيزو، رقم 1 حمدي فتحي. حمدي فتحي على مدار السنه على مدار السنه احسن لاعب في مصر 2021، يستحقها بجداره. بيلعب في كل الاماكن، تلاقيه في نص الملعب، تلاقيه رايت، تلاقيه ورا، تلاقيه قدام، بيعمل كل حاجه في الكوره. فحمدي بالنسبه لي هو رقم 1. مين المنتظر انه في 2022 نتكلم عنه في اخر السنه؟ مين اللعيبه اللي حاسس انها ممكن تخش الصراع ده السنه الجايه؟ صعب، ده اصعب يعني. بيرستاو هيكون موجود معانا اظن كده يعني، ممكن. طارق حمد يكشر عن انيابه كامله بعد اللي حصل كده عشان السن، بس هو يعني هيتعب شويه. لكن طارق حمد لا خلاف عليه يعني لعيب هايل يعني. لكن انا شايف اللي هيبقى وياخد فرص كويسه احمد عبد القادر. احمد عبد القادر انا شايف ان هو هيبقى رايح في حته تانية الفتره اللي جايه مع احمد رفعت. ممكن يبقى في حته تانية. مكوك نورتنا وشرفتنا والله العظيم، دايما بتشرف فيك والله. انا مبسوط جدا ان انا معاك وكنت معاك
وعلى مدار السنين اللي فاتت ان شاء الله نبقى مكملين. هتخش حساب الدهب بتاع سايب ولا مش هتخش حساب الدهب داخل؟ طبعا اساسي صاحب مليون في شهر 10، خد بالك هتخش على صاحب المليون ان شاء الله اكيد هدخل زي كل الناس. سايب دايما مكسره الدنيا. شكرا ليكم، شكرا جزيلا كابتن هشام حنفي نجم المنتخب المصري والنادي الاهلي السابق. بفكركم انه دايما جوائز وعروض سايب ما بتنتهيش، لازم يكون عندنا مسابقه توقعات كما هي العاده. توقع نتيجه مباراه المنتخب المصري مع منتخب نيجيريا، اول خمسه هيجاوبوا بشكل صحيح في الكومنتات اللي على صفحه سايب هيكسبوا تيشرتات، كمان حساب الذهب وعرضنا اللي ما بينتهيش، حساب الذهب اللي بيديلك انك كل شهرين بتخش على سحب خمسة بيكسبوا 2 جنيه ذهب، والسحب النهائي اللي كابتن هشام عايزه المليون جنيه في شهر 10 الجاي هيكون موجود معاك. كل عليك انك بتبعت على 1166 جملة الذهب مع سايب، ويفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك سايب.